الجمعية هذه تأسست سنة 2017 في الموقع نتاعها في طريق مزا شاكر. الجمعية هذه تنشط في رياضة الفروسية وخاصة القفز على الحواجز. قلت لك تأسست في 2017 واحنا في 2018 بدينا بأول دورة وطنية وكانت ناجحة على المستوى على نطاق وطني. إن شاء الله مش ننظموا هذه أول دورة سياسية في ولاية صفاقس، وهي دورة دولية، ومش نستغلوا يوم راحة، عنا يوم راحة يوم السبت، مش نستغلوا زادة في تولي بطولة وطنية، لأنه في القانون الدولي لازمنا نرتاحوا نهار معناها ما بين الأربع أيام هذوك، اخترنا النهار مش نرتاحوا فيه نعملوا زادة ظاهرة وطنية، وثم نقل مباشر على قناة الوطنية يوم إن شاء الله الخميس من الساعة الرابعة للسادسة في يوم الافتتاح. وثم عدة ريبورتاجات إن شاء الله مش تعدى على بعض الوسائل الإعلامية. الدول المشاركة هما 6 بلدان اللي هما إيطاليا وفرنسا مصر الجزائر ليبيا هي اللي ضيف الشرف متانا ونسينا حاجة إيطاليا. عدد الفرسان احنا توا لحد الآن وصلنا ل 200 فارس وقاعدين إن شاء الله يتزايدوا إن شاء الله 200 فارس ايه. وصلنا توا حد الآن 200 فارس كان عندنا بعض العروض الترفيهية مش عملوهم في زادة في مش استغلوهم مش نعطيو دعم للسياحة التونسية وخاصة للجهة بتاعنا جهة صفاقس، وإن شاء الله زادة كذلك تاخو بعد كبير ونفرحوا بضيفنا ويرجعونا مرة جاية وهما فرحانين إن شاء الله.